إنجاز مهمتها. بالبداية واجهنا صعوبات كتيرة ولكن قدرنا نتخطاها. وصلت الغواصة بفضل عدة أشخاص من عدة دول اشتغلوا ليل نهار وشكلنا فريق عمل واحد متجانس هدفه إنجاز هالمهمة الإنسانية وإيجاد المركب. وضع الجيش خلال هالفترة كل أجهزته وقطعه الإدارية والعملانية وعناصره بتصرف هالمهمة، وبمتابعة دقيقة من قائد الجيش العماد جوزيف عون. مثل ما بتعرفوا يوم الاثنين ب 22 ما قدرت الغواصة تنزل بسبب حالة البحر، ولكن الأربعاء ب 24 كانت أول غطسة لها، ومبارح الخميس ب 25 تمكنت من إيجاد المركب الغرقان على عمق 459 متر وصورته واكتشفت مصير المفقودين. طبعا تفاصيل هالمهمة رح يشرحها رئيس فريق الغواصة السيد سكوت ووترز. قبل ما أترك الكلام للسيد توم زريقة بحب ذكر بأنه المؤسسة العسكرية اللي شعارها الشرف والتضحية والوفاء علمتنا نحن أبنائها كيف نضحي تجاه شعبنا اللي منعرف معاناته الكبيرة من تداعيات الوضع الاقتصادي. والجيش جزء من هالشعب وعنده نفس المعاناة، وبرجع بأكد على الشفافية اللي منتعاطى فيها بتتعاطف فيها المؤسسة العسكرية تجاه أي قضية والتزامها بالقانون والقضاء. وشكرا. وهلا بترك الكلام للسيد توم زريقة من آز ريليف. Thank you very much. I want to say thank you to General Joseph Aung for his assistance in this project. I also want to thank General Ashraf Rifi for his assistance from a political point of view. The military and the government have been invaluable in our efforts to assist in this search mission. I just want to say as well that we're a humanitarian organization.